السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني الزراعي، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا النهاردة. وحلقتنا النهاردة إن شاء الله هتكون للصف الثاني في الصناعات الغذائية. إحنا طبعا الحلقة النهاردة إن شاء الله هتبقى مراجعة عن الوحدات اللي إحنا خدناها. الوحدة الأولى اللي كانت بتشمل الغذاء والتغذية، الوحدة الثانية كانت عبارة عن الأغذية الشعبية، الوحدة الثالثة اللي هي عبارة عن الاشتراطات الصحية للغذاء وسلامة الأغذية. بداية أول وحدة عندنا هنبتدي نراجع عنها اللي هي وحدة الصف الثاني اللي هي الغذاء والتغذية. احنا عارفين ده كلنا ان عشان يكون الانسان بنيته صحيحة لابد ان هو يتناول وجبة غذائية متكاملة. وجبة غذائية متكاملة بتحتوي على معظم العناصر الغذائية علشان الانسان ما يصابش باي نوع من انواع سوء التغذية. لما نيجي كده نقول اول حاجة نبتديها ببعض الاسئلة عن وحدة الغذاء والتغذية. عرف علم الغذاء والتغذية، عرف علم الغذاء والتغذية. علم الغذاء والتغذية ده عبارة عن العلم اللي بيهتم أو بيختص بالتغذية في الإنسان، تقدير احتياجاته الغذائية، استهلاكه الغذائي من الطعام، القيمة الغذائية لطعامه، والعوامل اللي بتأثر على هذه القيمة الغذائية. ده تعريفه. يبقى بيقدر إيه؟ بيقدر الاحتياجات الغذائية، وبيقدر الاستهلاك، وبيقدر القيمة الغذائية للطعام والعوامل اللي بتأثر على هذه القيمة الغذائية. يعني هي علاقة ما بين الغذاء والصحة والمرض. طيب في تعريف تاني اللي هو عبارة عن هو العلم اللي بيفسر العلاقة ما بين الغذاء ووظائف الكائن الحي. احنا عارفين طبعا ان الانسان لما بيجي ياكل الغذاء بيتمثل جوه جسمه، بينتج عنه طاقة. الطاقة دي بتبقى كفيلة انها بيقوم الجسم بجميع وظائفه بطريقة صحيحة. طيب التغذية بقى عبارة عن ايه؟ نفس عملية التغذية. التغذية هي عبارة عن دراسة الغذاء من وجهة المضغ والبلع والهضم والامتصاص والتمثيل داخل الجسم، وبعد كده طرد الفضلات اللي ما بيحتاجهاش الجسم. دي من ضمن الأسئلة في بداية الوحدة الأولى. السؤال الثاني بيكون ايه؟ ايه هي العوامل اللي بتأثر على حاجة الإنسان للغذاء؟ في بعض العوامل بتأثر على كمية وحاجة الإنسان للغذاء. العوامل دي بتعتبر 10 عوامل. ايه هي ال10 عوامل دي؟ اول عامل من العوامل اللي هي سلامة الجسم. كل ما بيكون الجسم سليم، كل ما بيكون مراكز الشبع ومراكز الجوع عنده سليمة، وبالتالي الإنسان ما بيحس بالجوع، بيبقى عايز يأكل، شبع خلاص. لكن لما الإنسان بيصاب بنوع من الأمراض تبص تلاقي عنده معايير أو كمية الأكل اللي بيبتدي يأكلها بتبقى مش متناسبة. تاني حاجة العوامل النفسية. العوامل النفسية تملي بتأثر على الكائن الحي. الإنسان مثلا بيتعرض للاكتئاب أو بيتعرض للفرح، ده بيختلف على حسب الحالة النفسية كمية الأكل اللي هو بيأكلها. تالت حاجة العادات الغذائية. طبعا الطفل بيبقى في وسط أسرة بيكتسب عادات غذائية داخل الأسرة. يعني مثلا ممكن تكون الأسرة دي بيعتمد في غذائها على كمية مواد كربوهيدراتية عالية، وبالتالي الطفل ده لما بيجي يكبر بتلاقيه بيحب المواد الكربوهيدراتية وبيحب تناولها في أكله. في بعض الأسر التانية تحب تاكل مواد بروتينية كتير، فتلاقي الطفل لما بيجي يكبر بيبتدي يركز على المواد البروتينية. في كمان من ضمن العوامل اللي هو المستوى الاقتصادي. المستوى الاقتصادي للإنسان، يعني الأسرة دلوقتي لما بتكون عندها يعني بتقدر تشتري احتياجاتها الغذائية، بتكون مثلا مستوى اقتصادي مرتفع شوية، بتميل دايما إنها بتركز على المواد البروتينية في الأكل، اللحوم والأسماك والدجاج. إنما مثلا لما بيكون المستوى الاقتصادي بتاع الأسرة ضعيف تلاقي تملي نسبة المواد النشوية والكربوهيدرات والسكريات هي دي اللي بيتم استهلاكها بكمية كبيرة. في عندنا كمان العادات الدينية. العادات الدينية طبعا احنا عندنا الديانة الإسلامية بتحرم أكل لحم الخنزير وبتحرم أي منتجات فيها دهن الخنزير، وبالتالي احنا ما بنيجي بنحدد نوعية أكل معين في بعض المحرمات المفروض ما نجيش ناحيتها خالص. عندك الديانة مثلا زي الديانة الهندية بيحرموا أكل الأبقار وأكل الجاموس، عشان كده دي من ضمن العوامل اللي بتأثر على كمية الأغذية. المناخ والتربة.
عندنا المناخ والتربه ان بتجود زراعه بعض المحاصيل في بعض انواع الـ يعني المناخ والتربه بتكون ملائمين لبعض انواع المحاصيل. يعني مثلا عندنا في الصين بتجود زراعه الارز، فتلاقي غذائهم كله بيعتمد على الرز. في عندنا الامريكا بنسبه القمح عاليه. في عندنا يعني على حسب المناخ والتربه لكل بلد والمحاصيل اللي بتزرعها بتقوم الصناعات الغذائيه على هذه المحاصيل. من ضمن العوامل برضو اللي هي الظروف السياسيه، الظروف السياسيه والكتله السياسيه ومدى التعاون ما بين الدول الاصدقاء. في بعض اغذيه بتجيلنا بنستوردها وفي حاجات بنصدرها، بالتالي ادت برضو الى تغيير بعض انماط الغذائيه. في عندنا اللي هي الظروف الاجتماعيه، احنا عارفين ان المرأة طبعا خرجت للعمل وابتدت تعتمد في اعتمادها كبير جدا على الأغذية السريعة التحضير والأغذية المعلبة، كل دي أغذية ابتدت تعتمد عليها، وبالتالي أصبح النمط الغذائي أو استهلاك الإنسان لبعض أنواع الأغذية متركزة على حاجات معينة اللي هي الأغذية المحفوظة. في الأعلاف الحيوانية وتوافرها، الأعلاف الحيوانية وتوافرها كل ما بنوفر أعلاف حيوانية الزيادة في الإنتاج الحيواني بتزيد، وبالتالي بيكون سعر اللحوم بتبقى منخفضة، وبالتالي بيقبل عليها عامة الشعب إنها تاكل اللحمة. بعكس لو كانت عندنا الأعلاف عندنا يعني مش متوفرة، وبالتالي تبص تلاقي الثروة الحيوانية بتقل، وبالتالي سعر اللحمة بيزيد. في اسلوب تقديم الطعام، طبعا بيختلف اسلوب الطعام من مثلا فنادق فاخره لمطاعم فاخره لمطاعم بلديه مثلا، واسلوب تقديم الطعام ده بيأثر على كميه وحاجه الجسم للغذاء. اذا هي دي 10 عوامل مهمه لازم ان احنا نبقى عارفينها. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ما هي المكونات الاساسيه للغذاء؟ المكونات الاساسيه للغذاء بتبقى ست مكونات. اول ماده زي ما احنا شايفين كده المواد البروتينيه، في عندنا اللي هي المواد الجيبوهيدراتيه اللي هي الجيبوهيدرات، في عندنا اللي هي الدهون، في عندنا الاملاح المعدنيه، في الفيتامينات، وفي عندنا اللي هي الميه. دي ست مكونات اساسيه لازم الوجبه الغذائيه بيحتوي عليها، دي العناصر الاساسيه للغذاء. نتكلم عن حاجة حاجة كده ونشوف بعض الأسئلة اللي بتيجي فيها. لو مثلا خدنا المواد البروتينية، البروتينات أول حاجة هنقولها إيه هي أهم خصائص البروتين؟ أهم خصائص البروتين، أول حاجة البروتينات دي بتوجد في الخلية الحية، بتوجد في بروتوبلازم الخلية، وبتكون من مكونات النواة. طيب أهم خاصية ليها نجد إن جزيئات البروتين جزيئات كبيرة الحجم، نجد إنها من الصعب إنها تخترق الأغشية بتاعت الخلية. نجد كمان إن بتدوب في الأحماض والقلويات وقادرة على التفاعل كحمض وقادرة على التفاعل كقلوي. في كمان من ضمن الحاجات أو الخواص إن عند حموضة معينة بتتعادل الخواص الحامضية مع القلوية وبتفقد البروتين شحنته ويتحول من محلول غروي إلى حالة جيلية. دي من ضمن الخصائص العامة للبروتينات. السؤال اللي بعد كده بيقول لك إيه؟ ما هي الوحدة الأساسية في تكوين البروتين؟ إيه هي الوحدة الأساسية في تكوين البروتين؟ الوحدة الأساسية في تكوين البروتين هو الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية يعني البروتين بيتكون من مجموعة أحماض أمينية كلها مرتبطة مع بعض بروابط ببتدية بتكون الجزيء الكبير بتاع البروتين. طب الأحماض الأمينية دي في نوعين من الأحماض الأمينية، في عندنا أحماض أمينية أساسية وفي عندنا الأحماض الأمينية الغير أساسية. لازم نبقى عارفين ان الاحماض الامينيه الاساسيه الجسم ما بيقدرش يكونها، عشان كده لابد ان هو بيستمد الاحماض الامينيه الاساسيه من بروتين خارجي اللي هو البروتين الحيواني. عشان كده اقول لك ايه، فين ايه نوع البروتين الحيواني اللي ممكن يحتوي على معظم الاحماض الامينيه الاساسيه بالنسب المثاليه؟ عندك البيض وعندك اللبن وعندك اللحوم، اللبن اللي هو الكازين بتاع اللبن. طيب الأحماض الأمينية الغير أساسية دي هتلاقيها موجودة في البروتين النباتي زي عندك البقوليات، الفول، فول الصويا. في دلوقتي إيه هي فايدة الأحماض الأمينية للإنسان؟
ايه هي فايدة الاحماض الامينية للانسان؟ وممكن نقول السؤال ايه هي فايدة البروتين؟ فايدة الاحماض الامينية او فايدة البروتين بتبقى كذا حاجة. اول حاجة بتدخل في النمو وبتجديد الانسجة. كل ما كان الجسم بيستفيد من الاحماض الامينية في بناء وتكوين الانسجة، بنقول على البروتين ده، البروتين ده قيمته الحيوية عالية، قيمته الحيوية عالية. في برضه كمان ان الاحماض الامينية بتدخل في تكوين الانزيمات، وبتدخل في تكوين الهرمونات، وبتدخل في تكوين هيموجلوبين الدم. عشان كده يعتبر البروتين هام جدا في التغذية بالنسبة للانسان. في بعض التعريفات بتيجي بيقول لك ايه، عرف القيمه الحيويه للبروتين وعرف القيمه المكمله للبروتين. اما نيجي نقول كده، تعريف القيمه الحيويه للبروتين هي عباره عن النسبه المئويه بين ما يحتفظ به الجسم لنموه ونشاطه وما يمتصه من نيتروجين الغذاء. هنقول التعريف مره كمان، اما اقول لك عرف القيمه الحيويه للبروتين، القيمه الحيويه للبروتين هي عباره عن النسبه المئويه بين ما يحتفظ به الجسم لنموه ونشاطه وبين ما يمتصه من نيتروجين الغذاء. بمعنى ان الانسان لما بيجي ياكل وجبه غذائيه تحتوي على الاحماض الامينيه الاساسيه، كل ما كانت الاستفاده من الاحماض الامينيه الاساسيه للجسم، كل ما كان هذا البروتين قيمته الحيوية عالية جدا. برضو لازم نبقى عارفين كويس جدا ان طريقة الطهي بالنسبة للمواد البروتينية مهمة جدا، لان ممكن بطريقة الطهي اما بكون غلط، ممكن المواد البروتينية دي اللي هي بتتكون من الاحماض الامينية تبص تلاقيها بيحصل لها نوع من انواع التحلل، وطبعا لما بيزيد الحموضة بتاعت الوسط بيحصل لها تحلل، وبالتالي بتبقى صعبة الهضم، زي الحمض الاميني اللي معروف زي الحمض الاميني اللايسين. طيب عشان كده بيفضل تملي لما بنيجي نعمل عملية طهي للبروتين بيكون في وجود الميه، بيكون في وجود الميه، وبالتالي بيحول البروتين، بيبقى سهل وما يصابش الانسان بعسر الهضم، وبالتالي بيستفيد من معظم الاحماض الامينيه اللي موجوده في الاكل اللي عنده. وبنقول على كده ان البروتين في هذه الحاله قيمته الحيويه عاليه. في تاني حاجة اسمها القيمة المكملة للبروتين. يعني ايه القيمة المكملة بالبروتين؟ هو احتواء الغذاء على اكثر من مصدر للبروتين لاحتوائه على الاحماض الامينية الاساسية والغير اساسية. الكلام ده معناه ان احنا لما بنيجي نعمل وجبة غذائية لابد ان في تنوع في البروتين، بمعنى ان انا اعمل احط وجبه فيها بروتين حيواني مع بروتين نباتي. البروتين الحيواني بيكون بيحتوي على الاحماض الامينيه الاساسيه اللي الجسم بيصعب ان هو يكونها، والبروتين النباتي اللي هو بيحتوي على الاحماض الامينيه الغير اساسيه، لان البروتين النباتي بيفتقر للاحماض الامينيه الاساسيه. فانا اعمل تكامل مع الوجبه بحيث انها تكون وجبه غذائيه متكامله. زي ايه مثلا؟ لما باجي اطبخ البسله، البسله دي نوع من انواع البقوليات، اجي مثلا اروح احط معاها لحمه، يبقى انت كده دعمت البروتين النباتي والحيواني واصبحت وجبه غذائيه متكامله. لما اجي مثلا اكل وجبه فول، ممكن ان انا ابتدي اكل معاها علبه زبادي او اكل معاها بيضايه. لما اجي اعمل مكرونه، ساعات لما بتيجي تعمل المكرونه بتبشر عليها مثلا جبنه، ده بروتين نباتي وبروتين حيواني. تبص تلاقي انت بتعمل وجبه غذائيه متكامله بتحتوي على الاحماض الامينيه الاساسيه والاحماض الامينيه الغير اساسيه بالنسبه اللي بيحتاجها الجسم. يبقى احنا ما نقول القيمة المكملة للبروتين هو احتواء الغذاء على اكثر من مصدر للبروتين لاحتوائه على الاحماض الامينية الاساسية والغير الاساسية. ايه هي اهم مصادر البروتين في الاغذية؟ يعني البروتين ده بيكون موجود فين؟ اكبر مصدر للبروتين في الاغذية عندك اللي هي اللحوم بكافة انواعها بقى، سواء كانت اللحوم الحمراء او اللحوم البيضاء او الاسماك. في عندنا البيض، وده يعتبر البروتين بتاعه قيمته الحيوية عالية جدا وقيمته الغذائية عالية جدا. في عندنا كمان اللبن. كل دي تعتبر من أهم البروتينات أو المصادر بتاعتها اللي بتحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية بالنسبة اللي بيحتاجها الجسم. طيب في سؤال تاني بيقولك إيه، يفضل تغذية الإنسان على نوعين من البروتينات، نباتية وحيوانية، زي اللي أنا قلته من قيمة شوية بالظبط. وذلك لكي يكملان بعضهما ويحتويان على الأحماض الأمينية الأساسية والأحماض الأمينية الغير أساسية بالنسبة اللي بيحتاجها الجسم. السؤال اللي بعد كده بيقول لك إيه، علل
وده سؤال مهم جدا بيجي في الامتحانات. علل، يعتبر بروتين البيض هو البروتين الأول من ناحية القيمة الغذائية. هعيد السؤال تاني، بيقول يعتبر بروتين البيض هو البروتين الأول من ناحية القيمة الغذائية. الإجابة بتاعته هنقول لاحتوائه على الأحماض الأمينية الأساسية بالنسبة التي يحتاجها جسم الإنسان، لأنه بيحتوي على إيه؟ الأحماض الأمينية الأساسية بالنسبة المثالية التي يحتاجها جسم الإنسان. في كمان ممكن يجي لك السؤال ما يقولكش مثلا البيض، يقول لك لا، ممكن يعتبر بروتين اللبن، كازين اللبن، الكازين ده اللي هو البروتين بتاع اللبن، قيمته الحيوية عالية. هتجاوب نفس الإجابة، هتقول وذلك لاحتوائه على الأحماض الأمينية الأساسية بالنسبة التي يحتاجها الجسم. في تاني مكون من المكونات اللي هي المفروض تتوفر في المواد الغذائية، عناصر المواد الغذائية، اللي هي المواد الجيبوهيدراتية. اما اجي اقول ايه المواد الجيبوهيدراتية دي، بتبقى موجودة في معظم النباتات، بيكونها عن طريق عملية البناء الضوئي. طبعا احنا عندنا في غاز ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الهواء، مع وجود الحرارة، مع وجود إشعة الشمس، مع وجود مادة الكلوروفيل، بيتم عملية البناء الضوئي وبيتكون اللي هو المادة الجيبوهيدراتية. كل المواد الجيبوهيدراتية من أصل نباتي إلا الجلايكوجين أو اللي بنسميه النشا الحيواني، وهي دي الصورة اللي بيخزن فيها الجيبوهيدرات في الكبد. ما نيجي نقول دلوقتي إيه هي أهم السكريات الهامة في التغذية، مع ذكر مثال لكل منها. طبعا في عندنا سكريات في المواد الجيبوهيدراتية كتيرة جدا ومتنوعة. أهم أنواع هذه السكريات عندنا السكريات الأحادية، وفي عندنا السكريات الثنائية، وفي السكريات العديدة. السكريات الأحادية عندنا زي الجلوكوز والفركتوز والجالاكتوز، دي عبارة عن سكريات بسيطة بمجرد الإنسان بيتغذى عليها بيمتص في الجسم على طول. في السكريات الثنائية عندنا السكروز اللي هو سكر القصب، وفي عندنا المالتوز، وفي عندنا اللاكتوز. اللاكتوز ده اللي جاي من كلمة لاكتيك أسيد، اللي هي اللاكتوز اللي هو سكر اللبن، ودي تعتبر من السكريات الأحادية الثنائية. لما بتيجي يتعمل لها عملية تكسير أو تحليل بتتحول لسكريات أحادية. في عندنا كمان السكريات العديدة. السكريات العديدة أو بنسميها السكريات المعقدة. السكريات المعقدة دي زي عندنا النشا، في عندنا السيلولوز، وفي عندنا الجلايكوجين. النشا والسيلولوز والجلايكوجين. وعندنا النشا ده عبارة عن سكر معقد، ده لو اتكسر أو اتعمل له تحليل مائي بيدي طبعا حاجة اسمها الديكسترينات، والديكسترينات تتكسر تبقى مالتوز، والمالتوز يتحول لجلوكوز. إذن السكر المعقد ممكن بالتحليل المائي يتحول إلى سكريات بسيطة بتبقى سهلة الهضم بالنسبة للكائن الحي. في عندنا سؤال ممكن يقول لك ايه؟ عارف الجلايكوجين؟ عارف الجلايكوجين؟ احنا قلنا ان كل معظم المواد الجيبوهيدراتية بيكونها النبات الا النشا الحيواني. الجلايكوجين ده عبارة عن ايه؟ هو النشا الحيواني، وهي الصورة اللي بيخزن او يختزن بها الجسم المواد الجيبوهيدراتية في الكبد. هنقولها كمان مرة، عارف الجلايكوجين؟ الجلايكوجين هو عبارة عن النشا الحيواني. يعني ايه نشا حيواني؟ اللي هي الصورة اللي بيخزن بها الجسم الجيبوهيدرات في الكبد. ما هي الجيبوهيدرات الغير مهضومة؟ في بعض انواع الجيبوهيدرات اما بنيجي ناكلها ما بتتهضمش، ودي بنسميها الالياف. دي بنسميها الالياف. طيب هي عبارة عن ايه الالياف دي؟ الالياف دي عبارة عن المواد السيلولوزية والمواد الهيموسيلولوزية، وفي البكتين واللجنين. المواد دي هي اللي بتكون الجدار بتاع الخلية النباتية، وهي اللي بتكون الدعامة بتاعة الخلية النباتية. الالياف بتعطي الشكل العام للخلية النباتية، والالياف دي تعتبر مهمة جدا في التغذية. تيجي كده نشوف السؤال الجاي بيقول ايه؟ ايه هي انواع الاغذية المحتوية على الالياف؟ لازم الانسان يتناول في وجبته نسبة من الالياف، ودي تكون موجودة فين؟ دي هنلاقيها موجودة في الخبز المصنوع من الدقيق الاسمر. الدقيق الاسمر تبص تلاقي نسبة الالياف عالية. الردة نفس الحكاية. الارز الغير كامل التبييض، فصوص البرتقال، في برضو الفريك، كل دي اغذية بتحتوي على نسبة الياف. طب لما اجي اسأل نفسي سؤال، ايه هي فايدة الالياف؟
ايه هو تأثير الألياف في التغذية؟ ليه أنا المفروض آكل وجبة تحتوي على بعض أو نسبة من الألياف؟ الألياف ببساطة شديدة جدا نجد إنها شرهة الامتصاص للمية، بتمتص المية من داخل الأمعاء الغليظة، وبالتالي بتعمل عملية تنظيم لحركة الأمعاء، وبالتالي بيبقى سهل إن احنا عملية الإخراج. يبقى لازم إن احنا في الوجبة الغذائية بتكون محتوية على نسبة من الألياف زي ما احنا كان في الشريحة موجودة، نظرا لشراهة الألياف لامتصاص الماء، فإنها عند وجودها في الأمعاء تعمل على انتظام حركة الأمعاء وسهولة في عملية الإخراج. إيه هي أهم مصادر المواد الجيبوهيدراتية؟ أهم مصادر للمواد الجيبوهيدراتية هي عبارة عن الحبوب، في الخضروات، في الفواكه، في الحلوى، في المربى، وفي المشروبات. برضو أنا بس عايزة أنوه بالنسبة للمواد البروتينية اللي هي أول حاجة من العناصر الغذائية، كمية المواد البروتينية المفروض يتناولها الجسم 1 جرام لكل 1 كيلو جرام من وزن الجسم. يعني لو إنسان وزنه 50 كيلو بيحتاج في اليوم حوالي 50 جرام من المواد البروتينية. دي للمواد البروتينية اللي فاتت. المواد الجيبوهيدراتية زي ما احنا قلنا عبارة عن الحبوب، وفي عندك الخضروات، وفي عندك الحلوى والمربى والمشروبات. في تالت حاجة من مكونات العناصر الغذائية اللي هي الدهون. الدهون دي ما اجي اقول لك ايه هي اهم خصائص الدهون. اهم خصائص الدهون رقم واحد نجد عدم الذوبان في الماء وقابليتها في الذوبان في البنزين او الكحول في المذيبات العضويه عموما. دي اول خاصيه فيها. تاني خاصيه من خواص الدهون نجد انها بتحتوي على العديد من الاحماض الدهنيه. الاحماض الدهنيه دي هي الوحده البنائيه لتكوين الدهون. برضو لازم نكون عارفين ان الدهون بتتكون وحده بنائيه اسمها الاحماض الدهنيه، والأحماض الدهنية دي برضو في منها الأحماض الدهنية الأساسية والأحماض الدهنية الغير أساسية. إيه أنواع الدهون؟ أنواع الدهون ممكن تكون دهون بسيطة وممكن تكون دهون مركبة. الدهون البسيطة زي عندنا الدهن وعندك الزيت وعندك الشموع، دي تعتبر من الدهون البسيطة. الدهون المركبة زي عندنا الفوسفوليبيدات، عبارة عن دهن وبيبقى مرتبط بالفوسفور، عشان كده بيسمى الفوسفوليبيدات. ومعظم الأحماض الدهنية الغير مشبعة بتقع تحت الفوسفوليبيدات. في سؤال مهم قوي برضو بيجي في الامتحان كتير، يقول لك ايه هي أهمية الدهون والزيوت للجسم؟ ايه هي او ما هي أهمية الدهون والزيوت للجسم؟ أول أهمية يعتبر مصدر هام للطاقة. الدهن، الطاقة اللي بنستمدها من الدهن ضعف اللي بنستمدها من المواد الجيبوهيدراتية والمواد الدهنية، عشان كده بنقول عليه مصدر هام للطاقة. نجد إنه مصدر للأحماض الدهنية الأساسية. الجسم ما بيعرفش يكون أو مش بيكون الأحماض الدهنية الأساسية، فالدهن بيعتبر مصدر للأحماض الدهنية الأساسية. وقاية الجسم، الدهن طبعا بيبقى بيترسب تحت الجلد، بيترسب تحت الجلد، وبالتالي بيعمل عازل للحرارة. برضو في بعض الأعضاء اللي موجودة في الجسم زي الكليتين تبص تلاقي إنها محمية بوسادة من الدهون، عشان كده تعتبر الدهن ويعمل وقاية للجسم. رقم 4، تأخير الشعور بالجوع. الإنسان لما بيجي يتناول وجبة دهنية يعني بتبقى صعب انها تتهضم بسرعه، علشان كده الانسان ما بيشعرش بالجوع. في رقم 5، رفع كفاءه الاستفاده من بعض الفيتامينات. بمعنى ان في بعض انواع من الفيتامينات بتدوب في الميه، وفي بعض انواع الفيتامينات ما بتدوبش الا في الدهن، ما بيستفيدش منها الجسم الا ما بتدوب في الدهن. ايه هي اللي هي رفع كفاءة الاستفادة من بعض الفيتامينات؟ يبقى ما اجي اقول ايه هي اهمية الدهون والزيوت للجسم، رقم 1 مصدر هام للطاقة، مصدر للاحماض الامينية الدهنية الاساسية، وقاية الجسم، تأخير الشعور بالجوع، رفع كفاءة الاستفادة من الفيتامينات. بعد كده نيجي لمجموعة الفيتامينات. مجموعة الفيتامينات نجد ان الفيتامينات كمواد عضوية غذائية لا تتكون داخل الجسم
الفيتامينات ما بتتكونش داخل الجسم، ولكن تتكون فين؟ تتكون في النبات. عشان كده احنا لابد ان احنا بيقول لك تملي لازم تتناول الخضروات، لازم تتناول الفواكه، لان هي دي اللي بتكون الفيتامينات. بيقول لك امتى تحت ايه امتى تزداد الحاجه للفيتامينات؟ بتزداد الحاجه للفيتامينات في كذا حاجه. اول حاجه في حاله الحمل، المرأة الحامل لابد انها بتتناول الفواكه والخضر، وساعات الدكتور يكتب لها على بعض انواع الفيتامينات انها بتتناولها. في كمان في الرضاعه، المرأة المرضع لابد انها بتتناول الفيتامينات كتيرة. برضو في فترة النقاهة من الامراض لازم الانسان يتناول نوع من انواع الفيتامينات علشان يقوم بسرعة وفترة النقاهة. كذلك في اضطرابات القناة الهضمية لابد ان الانسان يتناول الفيتامينات. الفيتامينات في عندنا منها نوعين. النوع الاول اللي هي الفيتامينات الذائبة في الدهن، فيتامينات دايبة في الدهن. طب دي زي ايه؟ في عندنا وفي نوع تاني من الفيتامينات اللي هي عبارة عن الفيتامينات الدايبة في المية. الفيتامينات في منها نوعين، فيتامينات دايبة في الدهن وفي فيتامينات دايبة في المية. الفيتامينات الدايبة في الدهن زي ايه؟ اول فيتامين عندنا اللي هو فيتامين الف، في الفيتامين التاني اللي هو فيتامين دال، في بعد كده الفيتامين الثالث اللي هو فيتامين ه، في فيتامين الرابع اللي هو فيتامين كاف. يبقى الفيتامينات الدايبه في الدهن الف ودال وه وكاف. الفيتامينات الدايبه في الميه عندنا نوعين من انواع الفيتامين، اولها فيتامين اسمه فيتامين ب، وفي الفيتامين الثاني اللي هو فيتامين ج. نيجي كده نقول نتكلم عن فيتامين الف. مهمة جدا ان الانسان يتناول معظم الفيتامينات في الوجبات الغذائية. احنا بمجرد ما يكون عندنا نقص في فيتامين احنا المفروض نعرف هو موجود فين علشان نعرف ناكله ازاي ونتناوله ازاي. فيتامين الف عندنا ليه مصادر طبيعية كتيرة. موجود فين فيتامين الف؟ موجود في معظم الحاجات اللي لونها اصفر، زي عندك الجزر، المشمش، صفار البيض، البطاطا، المانجو، السبانخ، الطماطم، الخس، كل دي تعتبر مصدر لفيتامين ألف. طبعا بالنسبة للجزر بالذات بيكون فيه الصبغة اللي هي صبغة الكاروتين الصفرة، دي تعتبر مولد لفيتامين ألف. طب لو حصل نقص الفيتامين ألف إيه أول حاجة نقول إيه هي وظيفة فيتامين ألف، ولما الإنسان ما ياخدش فيتامين ألف إيه هي الأعراض النقص بتاعته؟ فيتامين ألف أول حاجة ضروري لعملية النمو، أول حاجة فيتامين ألف ضروري لعملية النمو. تاني حاجة بيساعد على بناء صبغة العين، وستلاقي الصبغة بتاعت العين بتكون الإنسان ممكن نعرف صحته ونعرف عنده نقص فيتامين ألف من لون صبغة العين بتاعته. ساعات لون صبغة العين بتبقى عنده قوية، وفي ساعات بتبقى بهتانة. لما بتكون قوية طبعا بنعرف إن مصدر فيتامين ألف عنده بياكل فيتامين ألف بطريقة كويسة. في كمان مقاوم للأمراض. طب لو حصل وان الانسان ما تناولش فيتامين الف او الوجبه الغذائيه ما بتحتويش على فيتامينات الف، نحصل ايه؟ بيحصل مرض مشهور جدا، مرض اسمه العشاء الليلي. كلمه العشاء الليلي اللي هو صعوبه الرؤيه ليلا. كمان بيجيله نوع من التهاب الجلد والعين، وتلاقي العين فيها جفاف. العين فيها جفاف. طب اما نيجي نشوف صوره كده لمنظر العين، اهو دي عين عنده العشاء الليلي. تبص تلاقي ان الصبغه بتاعت العين بهتانه، وتبص تلاقي فيه احمرار فيها، والعين بتميل للجفاف. ده معناها ان هو عنده نقص في فيتامين الف، ولابد ان هو يتناول الفيتامين من المصادر اللي انا قلتها من قيمة شويه. تاني حاجه من الفيتامينات الذائبه في الدهن فيتامين د. فيتامين د ده موجود، او المصادر الطبيعيه بيكون موجود فين؟ ده موجود في الكبده، موجود في صفار البيض، موجود في زيت السمك، موجود في إشعة الشمس. إشعة الشمس بتاعت ربنا دي فيها مصدر قوي جدا، أو مصدر وفير لفيتامين د. علشان كده تملي نقول للطفل أو إحنا اللي عنده عظمه بيوجعه ولا حاجة، تبص تلاقيه بيقول لك ادهن زيت زيتون وتعرض لإشعة الشمس. إشعة الشمس دي مصدر لفيتامين د. طب ليه بقى فيتامين د هيعمل إيه؟ أول حاجة بيساعد على ترسيب الكالسيوم والفوسفور على العظم، وبالتالي الإنسان ما يصابش بالكساح أو لين العظام، بيقوي بنية العظم. عشان كده لازم الطفل يتعرض لجرعة من إشعة الشمس لأنها مفيدة. برضو بيساعد على تكوين الأسنان.
الطفل لابد ان احنا نديله اغذيه فيها فيتامين د علشان خاطر ان هو اسنانه تبتدي تتكون بسرعه، وبيساعد على امتصاص الكالسيوم. دي الوظيفه الحيويه لفيتامين د. طب لو حصل نقص في فيتامين د ايه اللي بيحصل؟ بيحصل الكساح ولين العظام. تبص تلاقي القدمين بتاعت الطفل بتاخد شكل تقوس كده لان العظم بتاعه ضعيف، وبيحصل تاخر للنمو. في عندنا سؤال بيجي في فيتامين د، ده بيقول لك ايه؟ علل ضروره التعرض اليومي لاشعه الشمس. لما تيجي تجاوب على السؤال ده، وذلك لانها مصدر لفيتامين د الذي يعمل على ايه؟ بيعمل على ترسيب الكالسيوم والفوسفور على العظام. السؤال ده من ضمن الاسئله المهمه. فيتامين ه، فيتامين ه ده موجود في المصادر الطبيعيه بتاعته كتيره جدا، اهمها اللبن ومنتجاته. في عندك البيض، في الكبده، في السبانخ، في الخس، الحبوب، كل دي مصادر غنيه لفيتامين ه. فيتامين ه ده مفيد جدا في ان هو بيساعد على منع العقم والمحافظه على الحمل، وبيساعد او بيحافظ على فيتامين الف وفيتامين ج من الاكسده. طيب لو حصل نقص في فيتامين ه بيحصل عقم عند الذكور، وتبص تلاقي فيه الاجهاض المتكرر عند السيدات. دي من ضمن الحاجات، عشان كده بينصح للسيدات والذكور انهم يتناولوا فيتامين ه بدرجه كويسه علشان خاطر ما يتعرضوش لاي اعراض من اعراض النقص بتاعته. في عندنا الفيتامين اللي هو الرابع فيتامين من الفيتامينات الذائبه في الدهن، اللي هو فيتامين ايه كاف. فيتامين كاف ده موجود، هتلاقيه في الكبده، وهتلاقيه في السمك، وهتلاقيه في السبانخ، وهتلاقيه في الكرنب، وهتلاقيه في الجزر، وده بيسموه مضاد للنزيف. بيساعد على تجلط الدم، يعني الانسان لما بيجي مثلا يتعور او اي حاجه، تبص تلاقي الدم بيبقى بيسرع من تكوين الجلطه الدمويه، اللي هو بيساعد على تجلط الدم. لو حصل نقص في مجموعه في فيتامين كاف بيحصل بطء تجلط الدم، وبيحصل حاجه اسمها الادماء الغزير. يعني ايه الادماء الغزير؟ يعني بمجرد اما تتعور تبص تلاقي نسبه الدم بتبقى كتير غزيره جدا، وما بيتوقفش الدم، يعني بيفضل ينزف. ده بيسموه الادماء. الصوره اللي جايه دي هتبين منظر الادماء، بيحصل زي سيوله في الدم اهو زي ما انت شايف، نقص في فيتامين كاف. في تاني بقى مجموعة، اللي هي مجموعة الفيتامينات الذائبة في المية. احنا قلنا في نوعين من انواع الفيتامينات، اول فيتامين اللي هو فيتامين ب، وتاني فيتامين اللي هو فيتامين ب، اسمها فيتامين ب بس هي اسمها مجموعة فيتامين ب. مجموعة فيتامين ب بتضم كذا ب. اول حاجة عندنا اللي هي ب واحد، في ب اتنين، في ب ستة، في ب سبعة، في ب 12. يبقى ب واحد او مجموعه فيتامين ب، في ب واحد، ب اتنين، ب سته، ب سبعه، ب 12. مجموعه فيتامين ج، مجموعه فيتامين ج مثلا، هناخد كل نوع من انواع الفيتامينات ونشوف ايه المصادر اللي موجود فيها، ونشوف اعراض نقصه بتسبب ايه. هناخد فيتامين ج. فيتامين ج اول حاجه بيكون موجود فين؟ فيتامين ج ده مهم جدا، وخلي بالكم طبعا مع الظروف اللي احنا بنمر بيها من وباء كورونا، وربنا يشفي الجميع ويبعد عنا هذا الوباء، لازم ان احنا نتناول في الوجبه الغذائيه بتاعتنا فيتامين ج. فيتامين ج ده هتبص تلاقيه موجود في الموالح زي البرتقال والليمون، وفي عندك الجوافه، في المانجا، في الفلفل الاخضر. دي تعتبر من اهم المصادر الغنيه بفيتامين ج. الفيتامين ج ده ليه وظيفه حيويه. اول وظيفه حيويه ان هو بيحافظ على سلامه الشعيرات الدمويه. برضه بيقي الانسان من نزلات البرد. وبرضه بيساعد على امتصاص عنصر الحديد. فيتامين ج مهم قوي ولازم نتناوله، ولما بنيجي نتناوله لابد ان هو نتناوله بالطريقه اللي هي بالفريش. في سؤال هيجي كمان شويه عن فيتامين ج ده. اعراض نقصه ايه؟ لما بينقص فيتامين ج بيجيب مرض اسمه مرض الاسكربوت، ومرض الاسكربوت ده بيعتبر عباره عن تورم ونزيف باللثه.
هشوف صوره كده زي مرض الاسكربوت، هتبص تلاقي زي ما انت شايف كده السنان اللثه تكون متورمه، وتلاقي على طول اللثه بتنزف دم. ده معناها ان هو عنده مرض الاسكربوت اللي هو نقص فيتامين جيم، ولابد ان احنا في الحاله دي الانسان يبتدي يزود جرعه فيتامين جيم علشان المرض ده يختفي من عنده. السؤال اللي كنت بقول لكم عليه اللي هو علل ما يلي: يفضل الحصول على فيتامين جيم من الأغذية الطازجة عن المطبوخة، المطبوخة أو المحفوظة. تملي لما تعوز تتناول فيتامين جيم تاخدها في الصورة الفريش. ليه؟ حتى لما تيجي مثلا تشرب عصير ليمون ما تشربش عصير ليمون ساخن او تغلي الليمون على النار، غلط، لان احنا عارفين ان فيتامين جيم بيتكسر بالحراره وبيفقد القيمه الغذائيه بتاعته ساعتها. يبقى ما اجي اقول لك يفضل الحصول على فيتامين جيم من الاغذيه الطازجه عن المطبوخه او المحفوظه، وذلك للمحافظه على فيتامين جيم، لان فيتامين جيم بيتكسر بالحراره. في عندنا اول نوع من انواع مجموعه ب اللي هو ب واحد، وب واحد ده بنسميه الثيامين. بنسميه ايه؟ الثيامين. اما نيجي نشوف كده بيوجد فيتامين ب فين عموما كده، نبقى احنا عارفين فيتامين ب او مجموعه فيتامين ب بتكون اكتر حاجه موجوده فيها اللي هي مجموعه الحبوب عموما، ومجموعه الخميره، وخميره خميرة بيرة تبص تلاقي نسبة مجموعة فيتامين ب متوفرة فيها. الكبدة والكلاوي والبيض واللبن والخميرة والحبوب دي موجود فيها فيتامين ب واحد. فيتامين ب واحد أهم وظيفة ليه إن هو ضروري لتمثيل المواد الجيبوهيدراتية، ضروري لتمثيل المواد الجيبوهيدراتية، وطبعا برضو كمان إن هو بيحافظ على الشهية ومقاوم لمقاومة الجسم للعدوى. دي ده اللي بينظم الشهية في الإنسان. طب لو حصل حصل نقص في فيتامين ب واحد أو الثيامين، ده بيحصل إيه؟ بيحصل مرض مشهور جدا اسمه مرض البيري بيري. مرض البيري بيري ده عبارة بيبقى فقدان للشهية ونقص في الوزن والشعور بالتعب السريع، والشعور بالتعب السريع. برضو نبقى احنا عارفين، برضو اتكلم في حتة مرض البيري بيري ده، في عندنا نوعين من انواع البيري بيري، الصورة الجاية هتوريكم. طبعا مرض البيري بيري فيه نوعين من انواع البيري بيري، في البيري بيري الرطب وفي بيري بيري الجاف. البيري بيري الرطب تبص تلاقي ان سوائل الجسم بتتجمع في البطن، فتلاقي الطفل زي ما انتم شايفين كده قاعد بطنه مليانه شويه، وتبص تلاقي الجهاز الهيكل العظمي بتاعه باين، وبيحصل انخفاض في وزنه شديد جدا، وتبص تلاقي طبعا لو ما تعالجش بيحصل الوفاه ليه، ده بيسموه مرض المارازمس. طيب في النوع اللي هو الجاف بيحصل التهاب شديد في الجهاز العصبي، وبيحصل عدم مبالاه، وتبص تلاقي يحصل في الاخر شلل في الاطراف السفليه، الاطراف الطرفيه. عشان كده لابد دي من ضمن الامراض اللي هي بتبقى ناتجه عن النقص الغذائي. برضو لازم ابقى عارف اقول لكم ان مرض البيري بيري بالذات بيصاب للناس اللي هم بياكلوا الاسماك نيه زي شعب اليابان كده. ليه؟ لان الماكولات البحريه او السمك الني بيحتوي على انزيم مشهور جدا اسمه انزيم الثيامينيز. انزيم الثيامينيز ده بيجي على الثيامين ويبتدي يعمل له عمليه التكسير. برضو الناس اللي هم الكحوليين اللي هم بيشربوا الكحول نجد انه بيعانوا من نقص من فيتامين ب واحد، وبيسموه اعتلال كورساكوف. ده معروف لان نتيجة ان هم الكحول ما بيجي يتمثل داخل الجسم بيحتاج لفيتامين ب واحد، واساسا الكحول فقير في ب واحد، فبالتالي بيحصل نقص في هذا النوع من انواع الفيتامين. في حاجة كمان اللي هو فيتامين ب اتنين. ب اتنين ده هنلاقي موجود فين؟ موجود عندنا في الكبدة، في الكلاوي، وفي اللحم، وفي الخميرة، وفي جنين الحبوب. عرض نقصه ايه؟ اول حاجة نقول فايدته الاول وبعدين اعراض نقصه. بيساعد على امتصاص عنصر الحديد، دي حاجة مهمة جدا ولازم لأكسدة المواد الغذائية وانتاج الطاقة. طب لما يحصل نقص في فيتامين ب واحد تبص تلاقي بيحصل التهاب وتشققات في جوانب الفم، وتبص تلاقي كمان احمرار اللسان، وبيحصل تشقق في الشفتين، وتبص تلاقي بيحصل توقف للنمو. في عندنا الفيتامين اللي بعد كده اللي هو فيتامين ب 6. فيتامين ب 6 ده موجود فين؟ هتبص تلاقيه موجود برضو في اللحوم، وفي الكبده، وفي الخميره،
موجود في برضه بنجد انه ضروري لتمثيل المواد الجيبوهيدراتيه، وكمان نجد ان هو ضروري للتخلص من المواد البروتينيه. طب لو حصل نقص في فيتامين ب 6 بيحصل حاجه مشهوره جدا اللي هو بيحصل حدوث تشوهات في الجهاز العصبي، وبيحصل التهاب للجلد، وبيحصل ترسيب للاملاح الاكزالات في الكليه. خلي بالكم ان مجموعه فيتامين ب انا قلت لكم بتبقى متوفره جدا في مجموعه الحبوب وفي الخميره، فاحنا نحاول قدر امكاننا ان احنا نكتر من اكل هذه الانواع من الاغذيه، خصوصا كمان الكبده والكلاوي. في عندنا كمان اللي هو ب 7 اللي هو النياسين، بنسميه النياسين. النياسين ده موجود فين؟ موجود في الحبوب الكامله، موجود في في البقوليات، الفول السوداني، موجود في البيض، موجود في اللحوم. ضروري لاكسده المواد النشويه والسكريه. طب لما نيجي نقول ايه هي اعراض نقصه؟ اعراض نقصه مرض مشهور جدا اسمه مرض البلاجرا. مرض البلاجرا ده اللي هو التهاب شديد في الجهاز العصبي. هتكلم بس حته بسيطه كده عن مرض البلاجرا. مرض البلاجرا ده بيسموه الحصاف في الانسان. طب المرض ده بيبقى ليه اعراض في 3 حاجات، في الجهاز الهضمي، وفي الجلد، وفي الجهاز العصبي. في الجهاز الهضمي تبص تلاقي الانسان بيعاني من الام مبرحه في البطن ومغص شديد، وتبص تلاقي لسانه بيبقى ملتهب متورم، وتبص تلاقي برضو انه في عنده اسهال شديد. في الجلد كلمه بلاجرا هي عباره عن كلمه ايطاليه معناها الجلد الخشن او الجلد الجاف. تبص تلاقي الايدين، اماكن الايدين كده، واماكن اللي حوالين الفم، الاماكن والوش، الاماكن المعرضه لاشعه الشمس، تبص تلاقي بيحصل ليها جفاف وبيحصل لها عمليه تقشر. علشان كده ده على طول بنقول عليه انه عنده مرض البلاجرا. برضه مرض البلاجرا ده تبص تلاقيه بيصيب الحيوانات خصوصا الكلاب والقطط، وبيصيب الدواجن. تبص تلاقي الكلاب اللسان بتاعه بيكون متورم، وبيكون اللسان بيبقى لونه ازرق، وتبص تلاقي بيسيل منه لعاب بيكون كريه الرائحه. بالنسبه للدجاج تبص تلاقي الدجاج فيه تضخم في المفاصل بتاعه الدجاج، وتبص تلاقي فيه اعوجاج في عظمه الفخذ، نقول عليها ان هو ده مرض البلاجرا، وده كله بيبقى راجع لنقص النياسين. في نوع تاني اللي هو شايفين الصوره اللي موجوده دي اهو، مرض البلاجرا تبص تلاقي الوش موجود عليه قشور اهو، وتبص تلاقي اللسان ملتهب ده، وتقرحات بالفم واللسان، دي معناها ان مرض البلاجرا. فيتامين به 12 وده فيتامين مهم جدا جدا برضو، ده هيكون موجود في اللحوم وفي الكبدة وفي الكلاوي، وده بيقولوا عليه العامل المانع للأنيميا الخبيثة. العامل المانع للأنيميا الخبيثة، الأنيميا الخبيثة تبص تلاقي كرات الدم الحمراء بتكون كبيرة في الحجم، وبتلاقي لونها بيبقى باهت، وبتلاقي برضو ان هي تركيز الهيموجلوبين فيها بيكون ضعيف جدا، وبالتالي وظيفة الدم ما بيقومش بوظيفته، ما بينقلش الأكسجين لجميع أنحاء الجسم بالطريقة المثلى، فبيصاب الإنسان بالنهجان، وتبص تلاقيه حصل عنده إن هو عنده نوع من أنواع الأنيميا اللي اسمها الأنيميا الخبيثة. الأنيميا الخبيثة دي أعراض نقص فيتامين ب 12، وبتسبب كمان اضطراب في الجهاز العصبي واضطراب في الجهاز التنفسي. ده طبعا بالنسبه دي اسمها الانيميا الناتجه على النقص الغذائي. خلي بالكم ان شاء الله هنتكلم برضو عن الانيميا الخاصه اللي هي الانيميا الوراثيه. الانيميا الوراثيه غير الانيميا النقص بالنقص الغذائي. بتاعت النقص الغذائي دي بمجرد ان انت تظبط في الاكل بتاعك تبص تلاقي الاعراض دي تبتدي تروح ان شاء الله. في من ضمن المكونات المواد الغذائيه اللي هي الاملاح المعدنيه اللي هي المعادن. الاملاح المعدنيه في عندنا، اما اقول لك ايه هي الاملاح المعدنيه، الاملاح المعدنيه هي عباره عن عناصر غير عضويه ضروريه. ضروريه لايه؟ ضروريه رقم واحد للنمو وبناء الخلايا والانسجه. تاني حاجه بتركيب الهرمونات والفيتامينات، عشان كده لابد ان احنا برضو يكون في العناصر الغذائيه او الوجبه الغذائيه بتاعتنا العناصر المعدنيه. طب الاملاح المعدنيه دي زي ايه؟ في عندنا كذا حاجه، في عندك الكالسيوم، في عندك الفسفور، في عندك الحديد، في اليود، في الصوديوم، دي الانسان بيحتاجها. في بعض انواع الاملاح المعدنيه بتكون نسبتها قليله، زي مثلا البوتاسيوم والنحاس، دي بيحتاج الانسان فيها الى نسب بسيطه. هناخد ملح ملح ونقول ايه هي اعراض نقصه وموجود فيه. اول حاجه من ضمن الاملاح اللي هي الكالسيوم.
ملح الكالسيوم ده التملي كلنا عارفين ان هو موجود فين؟ موجود في اللبن ومنتجاته، عندك الجبنه، الزبادي، كل دي موجود مصدر مهم او مصدر غني جدا للكالسيوم. صفار البيض، في الرده، العسل الاسود، الفواكه، كل دي اغذيه غنيه بالكالسيوم. وظيفه الكالسيوم كذا حاجه. اول وظيفه من وظيفه الكالسيوم ان هو تكوين وحفظ ونمو العظام، دي اول حاجه، عشان كده يقول لك تملي اشرب على طول لبن. طيب بيعمل ايه؟ بيفيد في الاسنان برضو، تكوين الاسنان. الناس اللي تبص تلاقيها عندها نقص في الكالسيوم، تبص تلاقي في سقوط، بيحصل سقوط وتسوس الاسنان بسرعه ليها. من ضمن الحاجات برضو بيفيد في انقباض وانبساط عضله القلب. اعراض نقصه مهمه جدا اللي هو الكساح ولين العظام، وبرضه عدم انتظام ضربات القلب. عشان كده لازم، لابد ان احنا نتناول في الوجبه الغذائيه اللبن. في الفوسفور، الفوسفور برضه لا يقل اهميه عن الكالسيوم. موجود فين؟ بيبقى برضه موجود في اللبن ومنتجاته، بيبقى موجود في البيض، بيبقى موجود في الكبده، في السمك، في الدواجن. بنجد انه بيدخل مع الكالسيوم في تكوين العظام والاسنان. وبرضه من ضمن الحاجات بيدخل في تكوين الانسجه الرخوه وفي بلازما الدم. لكن اعراض نقصه برضه زي الكالسيوم، بص تلاقي بيصاب الانسان بالكساح وبلين العظام، وبيحصل ضعف في عضله القلب او ضعف في العضلات، وبرضه اضطرابات في عمليه النمو. الملح الثاني اللي هو الحديد، وده برضو من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها جدا، واللي دي لانه نقصه بيسبب الانيميا. طب ده موجود فين؟ ده موجود في اللحوم، في الكبده، في الكلاوي، في الطحال، في السمك، في العسل الاسود. تملي الصبح كده قبل ما تيجي تخرج الصبح، تاخد لك معلقه عسل اسود. العسل الاسود دي مصدر غني جدا بالحديد. طيب ايه وظيفته؟ وظيفته تبص تلاقي ان هو بيساعد في تكوين هيموجلوبين الدم. وتبص تلاقي من ضمن اعراض نقصه، هتبص تلاقي فقر الدم اللي هو الانيميا، تلاقي عدد كرات الدم قليله، وبالتالي بيحصل الانسان تبص نهجان، وتبص تلاقي لونه مصفر. هوريكوا صوره كده لشكل الانسان اهي، تبص تلاقي نقص الحديد في الجسم، بيحصل شحوب للبشره وتعب غير على المعتاد، يحس الانسان بيبتدي اجهاد على طول، تبص تلاقي عنده صعوبه في التنفس، تبص تلاقي عنده صداع ودوار وجفاف في البشره والشعر، وبروده في الايدين وفي القدمين، وتملل الساقين، وخفقان للقلب، وتورم وحركه الفم واللسان. كل دي لو الانسان حس بيها يبقى هو عنده نقص في عنصر الحديد. في عندنا اليود، واليود ده برضو من ضمن الاملاح المهمه. اول حاجه موجود في الاسماك البحار، وفي السردين، وفي التونه، وفي زيت السمك، وفي اللبن، وفي البيض. طيب مهم جدا ده، بيعمل ايه؟ بيدخل في تكوين هرمون الثيروكسين اللي بتفرزه الغده الدرقيه. وبرضه نفس الحكايه ان الهرمون ده مهم في عمليه الاحتراق في الجسم. لو حصل نقص في هذا النوع من الهرمون او في هذا العنصر اليود، تبص تلاقي الانسان بيصاب بمرض الغده الدرقيه اسمه مرض جويتر. مرض جويتر، شايفين كده مرض جويتر اهو، تبص تلاقي الرقبه منتفخه، وتبص تلاقي فيه جحوظ جامد في العينين، وتبص تلاقي تضخم في الرقبه والغده الدرقيه. يبقى معنى كده ان هو عنده غده درقيه. وعلاجه، والمفروض ان احنا نتناول كل معظم الاغذيه اللي بتحتوي على اليود، اللي هي عباره عن الاسماك، وممكن نقعد في اماكن فيها بحر علشان خاطر الانسان يستنشق اليود، واليود ده بيعتبر مهم جدا في التغذيه. طبعا زي ما احنا عارفين كده، انتوا شفتوا ايه هي العناصر المكونه للماده الغذائيه اللي احنا خدنا فيها الفيتامينات، وخدنا فيها الجيبوهيدرات، وخدنا فيها الدهون، وخدنا فيها الاملاح، وخدنا وشفنا ايه هي انواع الفيتامينات، اللي هي الفيتامينات الدايبه في الميه، وفي الفيتامينات الدايبه في الدهون. وعرفنا ان احنا المفروض ناخد بالذات الفيتامينات الدايبه في الميه زي فيتامين ج، لازم نتناوله الايام، خصوصا الايام دي، خصوصا ان احنا جاي علينا فصل الشتاء والوباء بتاع كورونا. لو ركزت في التغذيه بتاعتك على فيتامين ج فريش وفي المصادر الطبيعيه بتاعته، هتبص تلاقي الانسان
الانسان مش هيعاني من مش هيجيله مرض الاسكربوت، وهيكون مقاوم لنزلات البرد اللي بتيجي للانسان. برضو لازم تفرق كويس جدا ان في عندنا نوع من انواع الانيميا الغذائيه. الانيميا الغذائيه دي انيميا بتكون ناتجه عن نتيجه نقص فيتامين او نقص الاملاح المعدنيه، دي النقص الغذائي، بحيث ان احنا لو ادينا المريض هذا الفيتامين او الملح تبص تلاقيه بتختفي الاعراض بتاعه الانيميا. هيبقى بعد كده في الانيميا اللي هي الانيميا الغذائيه، الانيميا الوراثيه، وهذا النوع من انواع الانيميا ده بيكون نتيجه عوامل وراثيه، ودي هنبقى نتطرق ليها ونقول ايه هي انواعها، زي مثلا الانيميا المنجليه، في انيميا البحر المتوسط، في انيميا الفول. انيميا الفول دي غير الانيميا بتاعه الغذاء. فإن شاء الله بإذن الله هيبقى فينا لقاء في موضوع الأنيميا، أنواع الأنيميا الوراثية، وهنتكلم عليها بشيء من التفصيل. برضو لازم تاخد بالك جدا أن أنت الأنواع الفيتامينات الزايبة في المية، فيتامين ألف فيتامين في زايبة في الدهن زي فيتامين ألف وفيتامين دال وفيتامين د ه وفيتامين كاف، وتخلي بالك كويس جدا تناول فيتامين ألف اللي هي بتبقى مهم جدا في ايه، مهمة في تبص تلاقي فيتامين ألف مهم جدا عشان الإنسان ما يصابش بالعشاء الليلي. أتمنى من الطلبة والطالبات يكونوا استفادوا من الحلقة دي، على أمل اللقاء بهم مرة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.